أبعد مسافة بين القمر والشمس تسمى مرحلة الإبدار، وأبعد مسافة بين عطارد والزهرة والقمر تسمى الاستطالة العظمى، وهي مرحلة قمة الإضاءة. والقمر والكواكب كلما ابتعدت عن الشمس كلما زادت إضاءتها. ليش؟ لأنها أجسام معتمة. وخلال هذه الأيام نشاهد القمر بدراً طوال الليل، ونشاهد أربع كواكب تحت القمر بالجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر، وهي المشتري وزحل وعطارد والزهرة. حدر القمر صوت الخلة وناداه ثلاث مرات، والرابع ون حدر القمر يا ما همس له وناجاه وعيونهم يا ما بنوره تلاقى. والكواكب التي تشاهد بالعين المجردة تنقسم إلى قسمين، كواكب خارجية وكواكب داخلية. الكواكب الخارجية هي التي تقع خلف الأرض، وهذه الكواكب ترى قاطعة للأفق من الشرق إلى الغرب طوال الليل، وهي ثلاثة: المشتري وزحل والمريخ. وكواكب داخلية وهي الواقعة بيننا وبين الشمس، وهذه لا تشاهد إلا بعيد مغيب الشمس غربا أو قبيل شروق الشمس شرقا. وهذه كوكبين عطارد والزهرة، والعامة يسمون الزهرة بنجمة الصبح. يا نجمة الصبح كبد منك مرهوقة ليشع نورك علينا، لا تغيبيني ستاير القلب من فرقاك مفتوكة، أصبر من العام لين إنك ذبحتيني.